يا فين يا عم الحلاوه؟ انت فين يا عم؟ لما تتلسع وروح المستشفى دلوقتي. اطلع بره. انت عايزه ايه؟ شغاله في ايه؟ ما لقيته مش فاضي هيتلسع على النار. واو واو ارحميني ارحمني الله يسترك يا واد يا حزو. يلا ايه؟ هات الدبلو. ايه؟ خدها معاك يلا يا حظ. ايه؟ خدها يا حظ.
طلعي بره يلا روحي بره. ايه يا لهوي على يوم الجمعة واللي بيسمع منه. ايه اديها يا حظه بس خليها يتعب بيه. كبد وقناص اختك الصغيره كانت بتعيط ليه يا حل؟ ماما اختك كانت بتعيط ليه؟ ماما اختك كانت بتعيط ليه يا حل؟ كانت بتعيط ليه؟ اه ولسه بتعيط بره هي ومش هينفع اشيلها دلوقتي. لا هتزعلي منك يا حلا. رش بختك مالها يا حلا؟ سيسيها يا حلا والعبي معاها. خشي يا حلا عند اختك. هو انا فين الاشراف بتاعي؟ اهي جات لي اهي. ايه يا حبيبتي ايه يا ماما؟ شكرا يا حلا. كوكا عملت ايه؟ تجيبوها لي هنا؟ تعيطوها لحد ما هي تيجي هنا.
مره كنت انا بص كنت انا عارفه ماليه الدنيا ازاي.